السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة مختلف للشروحات. اليوم سنحل مشكلة يعني من الكثير من المستخدمين الانستغرام، وهي عدم تسجيل الدخول او عدم القدرة على تسجيل الدخول. تخرج معهم نافذة وتقول لهم ايرور او شيء من هذا القبيل. كما كان فقط وتوجه الى جوجل كروم وتكتب لوجن انستغرام كما تشاهد، ثم تقوم بتسجيل الدخول بالطريقة العادية من المتصفح سواء كان جوجل كروم او اي متصفح اخر. المهم ثم تضغط على الصورة المصغرة بهذا الشكل، ومن ثم تذهب إلى الإعدادات كما تلاحظ، ومن ثم تذهب إلى الخصوصية والأمان إن كان باللغة العربية سوف تجدها بهذا الشكل. الآن كل ما عليك فقط هو أن تقوم بتعطيل شيء مهم جدا، وهو يعني البحث على المصادقة الثنائية الخاصة بحسابك، ونضغط عليها بهذا الشكل. والآن أنت يعني سوف تجدها معلمة، قم بتعطيلها واضغط على موافق بهذه الطريقة. ادخل إلى الانستغرام في تطبيق وسوف يدخل بحول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة المختلف للشروحات والإعجاب بهذا الفيديو لكي أستمر في نشر المزيد بحول الله. كان معكم الأدمن بدر الدين من قناة المختلف للشروحات، نلتقي في فيديو جديد بحول الله. سلام.